راح نتكلم في هذا الدرس عن الصور بعد ما خلصنا المخطوطات والنص والخلفية. الصور أستطيع أن أجلب أي صورة من مكتبة أو الألبوم، اللي ألبوم هي الصور الموجودة في جهازي. المكتبة هذه مجموعة من الصور وهي مفرغة، حبيت أوريكم إياها أنها مفرغة بحيث أنها ما تأثر على الخلفية. نختار مثلا الخلفية عشان نشوف شلون درجة التأثير. هذه الصورة تحكم في العنصر في تصغيره وتكبيره، وأيضا أحيانا تختفي هذه الأزرار بمجرد ما أطلع وأضغط مرة ثانية ترجع. المؤثرات الأبيض والأسود، صار المؤثر أبيض. هني أقدر أتراجع عن تأثيره، ممكن أضع ظل لهذه الصورة من خلال هذا الزر، نختار واللي يكون أبيض لأن خلفية سوداء أصبحت مشعة. لون الحدود، أضع حدود لهذه الصورة، زيادة سماكتها، وأيضا أضع تقويس لهذه الصورة. طبعا لأنها مفرغة صعب أني أنا أقوس حدودها. تأثيرات، أستطيع أن أتحكم في الصورة بعد هذه المؤثرات من خلال هذا البرنامج المساعد. وصلنا إلى الفلاتر اللي في، والكل يسأل عن الفلاتر اللي في البرنامج. راح نتكلم عن الفلاتر اللي في البرنامج. البرنامج الفلاتر قد يكون للوهلة الأولى صعب، لكن مفيد جدا، وأيضا تستطيع بكل سهولة تتعامل معه. مثلا احتاج صورة هذه الملونة، أريد أن أسقطها على هذه الصورة، هذه الألوان أسقطها على هذه الألوان. يفضل أن الفلتر اللي هو هذا الصورة تكون أبيض وأسود، يفضل نمسح ونحدد الصورة اللي إحنا نبي نحط لها فلتر، نختار فلتر ألبوم ونختار هذا الفلتر، راح تكون هني الصورة هي هذا الفلتر. طبق، أصبحت الصورة مثل ما تشوفون ملونة وتستطيع أن تكون، وأيضا مفرغة لأنه يتعامل يشيل كل الأبيض ويبغي على الأسود ويستبدله بهذه الصورة. مثلا عندي لوحة مو موجودة مخطوطة، مثلا مثل هذه فاطمة مو موجودة في مكتبة المخطوطات، أو موجودة ولكن بألونها بهذه الألوان. أختار الخلفية وثم أختار الخلفية، بعدين أروح فلتر، ومن فلتر ألبوم أختار كلمة فاطمة سلام الله عليها كفلتر، أطبق أصبحت هذه كلمة فاطمة سلام الله عليها. أستطيع أتحكم فيها وأضع لها مؤثرات، ظل ومل. مل هو يملأ الشاشة، ما يحتاج أن أنت تقيس أو ترد. الظل اللي تكلمنا عنه مساع، والتقويسة وزيادة السماكة، بأحط سماكة لهذا هذه الكلمة، أزيد السماكة، وبع
بحط ظل لون أصفر مثلاً أصبحت بهذا الشكل. هناك فلاتر جاهزة، أنا حطيت لكم مجموعة من مكتبة كبيرة من الفلاتر الجاهزة. هذا الفلتر مثلا بمجرد الضغط عليه أصبحت الصورة تحمل نفس الفلتر. أتمنى تستفيدون من هذا الشرح وشكرا.